طعم وشكل جديد. استمر معايا في الفيديو ونشوف هنعمله ازاي، ويا ريت اللي ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة لان القناة جميلة ومفيدة. بحط مية على النار واسيبها لما تغلي، وبحط فيها الطحال وبغطيه واسيبه لحد ما يستوي. وزي ما انتوا شايفين هو بتبقى المية بتاعته لونها كده. كل شوية بحط الشوكة فيه، لما بلاقي مية بتطلع منه بيبقى لسه ما استواش. اول ما المية تختفي واحط الشوكة واطلعها ومفيش مية تطلع منه يبقى كده استوى، بشيله من على وبغسله كويس بمية باردة. وبعمل دلوقتي معاه المكرونة، بغلي مية على النار وبحط معاها كمان شوية ملح. والبنات اللي لسه بيتعلموا طبخ المكرونة ما ينفعش نحط المكرونة في مية باردة عشان ما تلزقش ببعضيها، لازم تكون المية بتغلي. كل شوية بحركه شمال ويمين لحد ما كلهم ينزلوا في المية. دلوقتي المكرونة بتاعتي استوت، هصفيها وبعدين هنرجع نشوف هنعمل ايه. بحضر الصلصة، طبعا انتوا عارفين انا بحضر الصلصة بتاعتي بتبقى مجمدة. باخد شوية وشوية ملح وقطعة سمنة وهسيبها لحد ما تتسبك، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل ايه. الطحال بتاعي استوى، بطلعه من المية بتاعته وبشطفه كويس، وبشيل من عليه القشرة اللي برة دي، الجلد اللي برة بسلخه من الجلد، وبعد كده بسيبه يبرد فترة. الصلصة اتسبكت، احط عليها المكرونة بتاعتي. هقلبها في الصلصة بس كده دقيقة واحدة وهطف عليها. دلوقتي هبدأ اقطع الطحال بتاعي، لكن هقطعه قطع صغيرة. مكعبات كده. وطبعا زي ما قلت قبل كده انا عملت فيديو قبل كده للطحال على شكل تورتة، وهحط لكم الرابط اسفل الفيديو. احنا عارفين ان الطحال من الاكلات الغنية بالحديد، ودي فعلا مفيدة للصحة زي الكبدة بالظبط، غنية بالحديد، وطبعا دي بتعالج الانيميا وتنشط الذاكرة، مفيدة جدا للجسم. كمان احنا عارفين ان نقص الحديد في الجسم بيؤدي لالتهابات عديدة في الجسم زي التهاب الرئة، فاحنا بنحاول ناكل حاجات فيها حديد عشان نبتعد عن التهابات الرئة، ربنا يحفظنا. واهم حاجة في الفترة اللي احنا فيها ديت ومع انتشار الاوبئة والفيروسات، لازم ناكل وجبات غذائية متوازنة ومتكاملة يكون فيها البروتين والفيتامين والنشويات بصورة اعتدالية، ما يبقاش حاجة اكتر من حاجة عشان نحافظ على صحتنا. انا معايا بصلاية بحمرها الاول في السمنة على شكل دوائر كده، عايزاها بس تاخد لون حلو كده. وطبعا عايزه اقول لكم ان الفتره اللي احنا قاعدينها في البيت دي بسبب فيروس كورونا، لازم نستغلها في عمل حاجات مفيده. فانا عملت النهارده فيديو للتنجيد، تنجيد المخدات، ودي طبعا من الحاجات المهمه جدا في البيت ومن الحاجات اللي احنا بنحتاجها. هحط لكم الرابط اسفل الفيديو، وطبعا هحط لكم برده الرابط بتاع صناعه الصابون من زيت الآلية اللي بيفضل مننا، وصناعة الصابون السائل، وده طبعا من الحاجات اللي احنا محتاجينها جدا الايام دي. بحط شوية فلفل اسود
طبعا زي ما انتم شايفين كده. هاخد البصل الاول وعليه الفلفل الاسود واحطهم على وش المكرونه كده. ده بيدي لها طعم مميز. وبعد كده نبدا نشوف هنسوي الطحال بتاعنا ازاي. طبعا انا معايا ثوم، راس ثوم بحالها بخرطها عليه. ده فلفل حراق. وممكن نستبدله بفلفل بارد. ونرش رشة فلفل. رشة كمون. رشة صغيرة من الملح. ورشة بهارات صغيرة. بقلب الطحال لحد ما ياخد اللون الاحمر الجميل ده. ده خلاص الفلفل بدأ يدبل. هطفي النار. ودي كانت اكلتنا النهاردة. يا ريت لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.